في إطار احتفالاتنا باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، طبعاً 50 سنة من العزة، نشرت الصفحة الرسمية المتحدث العسكري للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً موقع فيسبوك مقطع فيديو للفريق أول فؤاد ذكري وهو قائد القوات البحرية. أكيد الفريق فؤاد ذكري واحد من يعني من الناس اللي شاركت لضرب وتدمير المدمرة إيلات، وواحد من الأبطال اللي كان ليهم دور كبير في حرب أكتوبر 73. سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة الصواريخ. في سجلات نصر أكتوبر المجيد أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات، ومن بين هذه الأسماء الفريق أول فؤاد ذكري قائد القوات البحرية في حرب أكتوبر. ولد الفريق أول فؤاد ذكري في 17 من نوفمبر عام 1923، وفي 2 من فبراير عام 1946 التحق بالكلية البحرية وتخرج فيها بالرتبة الملازمة ليلتحق بالعمل في وحدات القوات البحرية. تدرج في المناصب القيادية وصولا إلى رئاسة شعبة العمليات البحرية، وعين قائدا للقوات البحرية عام 1967، فأعاد بناء القوات البحرية المصرية وخطط لأروع إنجازاتها العسكرية التي تحققت في معارك الاستنزاف وأكتوبر عام 1973. فقد خطط وأمر بضرب المدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 من شهر أكتوبر عام 1967، واتخذت القوات البحرية المصرية من هذا التاريخ عيدا لها. قاد القوات البحرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة وحقق خطة القوات المسلحة بقطع خطوط الإمداد للعدو وغلق مضيق باب المندب ومحاصرة قوات العدو، مما كان له أكبر الأثر في تحقيق نصر أكتوبر المجيد. حصل البطل على العديد من الأوسمة والنياشين تقديرا لكفاءته وإنجازاته العسكرية. وفي مطلع عام 1983 رحل أسد البحار البطل الفريق أول فؤاد ذكري، تاركا خلفه تاريخا لا يمحى أثره في العسكرية المصرية.